قبل ما تفرجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. في أحد الفيديوهات المنتشرة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيها وزير التجارة رسيق وهو يقوم بتوزيع الكمامات على أبناء حيه في صورة توحي بأن هذا الوزير هو الشخص المناسب في المكان المناسب. هذا الفيديو صنع الحدث على مواقع التواصل وانتشر بكثرة ولاقى إعجاب الجزائريين، ونحن نفخر بمثل هؤلاء الوزراء الذين يشاركون الشعب الحلوة والمرة. صورة مخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بكثرة وصنعت الحدث بين الجزائريين. هذه الصورة هي المخالفة تلقاها أحد المواطنين من ولاية أم بواقي، ولكن الغريب في المخالفة أنها غرامة مالية التي قدرت ب 10,000 دينار جزائري لعدم ارتداء الكمامة. هذه المخالفة الأخيرة التي أقرتها رئاسة الجمهورية في مرسوم تنفيذي والتي قد تصل حتى إلى 20,000 دينار جزائري والحبس لمدة 3 أيام حسب ما ينص عليه قانون العقوبات. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم أراءكم في التعليقات، وهل ترون أن هذه المخالفة هي فعل صائب من الحكومة؟ ألمح وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد إلى قرب رفع الحجر إما تدريجيا أو بشكل مباشر أو تعويض إجراءات الحجر بإلزامية ارتداء الكمامات، مؤكدا في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية أن السلطات وضعت خططا مسبقة للتعامل مع كل الاحتمالات بما فيها رفع الحجر الصحي. لكن الوزير الذي اعتبر رفع الحجر إلزامية لم يؤكد ولم ينفي ولم يقدم تاريخا دقيقا لرفع الحجر. وزير الصحة والسكان عبد الرحمن بن بوزيد أكد أن رفع الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا إلزامية لابد منها، وعلى الأغلب فإن قرار رفع الحجر جزئيا قد يتم في موعد يعقب يوم 29 مايو الجاري، أي تاريخ نهاية المدة القانونية للحجر من السلطات، لكن بشرط تحسن الوضع. حديث وزير الصحة يبدو غير مطابق لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث لم يشر الرئيس لأي من هذه التفاصيل، حيث أكد على إلزامية التحلي بالصبر. وزير الصحة قال في حديثه أن الجزائر حضرت لذلك بعد تسجيل انخفاض في عدد الإصابات والوفيات علاوة على التزام المواطن بالإجراء الوقائية المتعلقة بالحجر الصحي وارتداء الكمامات. إخوتي الكرام، شاركونا أنتم أراءكم في التعليقات. كشف وزير الصحة في حديث خاص به وكالة أنباء الجزائرية تفاصيل برنامج عمل وزارة الصحة الجزائرية بعد تراجع أو زوال تهديد وباء فيروس كورونا في الجزائر، حيث شدد الوزير على عدة نقاط أبرزها تدعيم مصالح الاستعجالات والتكفل بشكل أفضل بالمصابين بالسرطان. أولوية القطاع بعد رفع الحجر الصحي حسب الوزير عبد الرحمن بن بوزيد هي التكفل بالأمهات الحوامل ومصالح الأمومة والطفولة. وقال الوزير إن حالة الاكتظاظ المؤسفة التي عرفتها مصالح التوليد بالمستشفيات لا تليق بالقطاع، مما دفع للبحث عن حلول ناجعة في هذا المجال، وتم اللجوء إلى توقيع اتفاقية بين المستشفيات التابعة للقطاع الخاص والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين التكفل بالحوامل عبر كل مناطق الوطن لوضع حد لهذه الوضعية. ويتعلق المحور الثاني بملف المصابين بالسرطان وجعلها أكثر مردودية مع فتح مراكز أخرى قريبا. وكشف وزير الصحة عن إعادة بعث لجان الوقاية والعلاج الخاصة بمكافحة السرطان والمخطط الثاني الذي كان من المفروض إطلاقه في شهر ماي وتم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا. وأبرز وزير الصحة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يولي اهتماما خاصا لهذا المخطط في جميع جوانبه، وأفاد أنه سيتم القيام بدراسات حول كل أنواع المواد الغذائية المستوردة بنظر إلى أن البعض منها قد يكون عاملا من عوامل الإصابة ببعض أنواع السرطان في الجزائر. كما تطرق بن بوزيد إلى طول مدة ومواعيد العلاج بالأشعة لا سيما بولايتي الجزائر العاصمة والبليدة، وأكد أن المشكل سوف يجد طريقا إلى الحل بعد إطلاق رقمنا الخاصة بهذا الموضوع والتي تأخرت بسبب تفشي كوفيد 19. وأشار من جهة أخرى إلى مشكلة الاكتظاظ في مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية للمستشفيات الكبرى للوطن. وكشف بن بوزيد عن مخطط لتنظيم هذه المصالح والتخفيف من العبء التي تعاني منها بدءا من الاستقبال إلى غاية الاستفادة من العلاج. وفي هذا الإطار أوضح الوزير أنه سيتم تجهيز 80 عيادة جوارية مؤهلة لهذه المهمة، وذلك بعد تزويدها بمختلف التخصصات لتحل محل بعض مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية للمستشفيات تكون قريبة من المواطن وستدخل قريبا حيز الخدمة بعد التخلص من كوفيد 19. يحضر وزراء الحكومة بقوة القانون لقاء مع أعضاء المجلس الشعبي الوطني من أجل الحصول على تأشيرة الموافقة على قانون المالية 2020. اللقاء سيكون مناسبة لتقييم أداء الحكومة للمرة الأولى وأداء الجهاز التنفيذي للدولة أثناء فترة الحجر الصحي الطويلة التي عاشتها الجزائر. ويناقش أعضاء المجلس مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 اعتبارا من الثلاثاء المقبل، فيما سيكون التصويت على النص يوم الأحد 31 مايو الجاري حسب ما أفاد به يوم
السبت بيان للمجلس. وجاء في البيان: الهيئة التشريعية يستأنف المجلس الشعب الوطني أشغاله في جلسات عامة من يوم الثلاثاء 26 ماي 2020 إلى الأحد 31 ماي 2020 لمناقشة والتصويت على قانون المالية التكميلي لسنة 2020. وفيما يخص برمجة الجلسات، أشار ذات المصدر إلى أنه سيتم تقديم مشروع قانون المالية التكميلي من طرف ممثل الحكومة خلال جلسة مساء الثلاثاء 26 ماي 2020 في الساعة 2:30 زوالا، إلى جانب تقديم تقرير لجنة المالية والميزانية عن مشروع القانون. وبعد ذلك يشرع النواب في مناقشة النص خلال جلسة عامة، وبعد ذلك تتواصل المناقشة العامة لمشروع القانون يوم الأربعاء 27 ماي الجاري ابتداء من الساعة 9 صباحا، ليتم خلال نفس الجلسة الاستماع لرد ممثل الحكومة على انشغالات النواب. أما بالنسبة لجلسة التصويت على مشروع قانون المالية فقد برمجت يوم الأحد 31 ماي في الصبيحة، وذلك بعد المصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إثبات عضوية نائب جديد. وكانت لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعب الوطني قد خصصت الأسبوع الماضي عدة جلسات لدراسة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020، من بينها الاستماع لما قدمه وزير المالية عبد الرحمن راوية. تقدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أمس الأحد بتهانيه القلبية بمناسبة عيد الفطر المبارك للجيوش الثلاث الأبيض الأخضر والأزرق، السلك الطبي العامل على مواجهة جائحة كورونا، والجيش الوطني الشعبي بفروعه والشرطة والحماية المدنية، كلهم هنأهم رئيس الجمهورية. وكتب رئيس تبون في حسابه الرسمي عبر تويتر إلى كل أفراد الجيش الوطني الشعبي البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، وأخص بالذكر أولئك المرابطين على حدودنا، عيد مبارك سعيد وكل عام أنتم وطننا المفدى بخير ومن انتصار إلى انتصار إن شاء الله. كما تقدم رئيس الجمهورية بتهنئة إلى كل أفراد الدرك الوطني والشرطة والحماية المدنية، مخاطبا إياهم بالقول: عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم وطننا بألف خير، دمتم ذخرا للجزائر. وتمنى رئيس الجمهورية عيدا سعيدا مباركا لكل الأطباء وشبه الطبيين وكل من هم في الصفوف الأولى لمجابهة وباء كورونا، مؤكدا بالقول: لم ولن ننسى تضحياتكم من أجل الجزائر، فكل عام وأنتم بألف خير ومن انتصار إلى انتصار، وأدام الله عافية الجزائر بحول الله. عادت الدروس الخصوصية لتظهر من جديد بقوة بعدما توقفت لأزيد من شهرين متتالية عند الأساتذة والتلاميذ على حد سواء بسبب إجراءات الحجر الصحي والوباء المنتشر، لكن هذه المرة لم تبقى على حالها بل تغيرت وصارت في سرية تامة داخل البيوت وفي أقبية العمارات وكذا مرائب السيارات وبأسعار ملتهبة وصلت سقف 25,000 دينار للتلميذ في المادة الواحدة. بعد قرار رئيس الجمهورية القاضي بتحديد تاريخ إجراء امتحانات شهادتي البيام وكذا كالوريا إلى شهر سبتمبر المقبل، سارع الكثير من الأولياء للبحث عن أساتذة الدروس الخصوصية لتدريس أولادهم المقبلين على اجتياز امتحانات شهادتين السالفتي الذكر. هؤلاء الذين استغل بعضهم المواقف لصالحه وراحوا يضعون شروط خيالية من أجل الموافقة على تقديم دروس الدعم للتلاميذ، من خلالها إجبارية تقديم دروس لمجموعة معينة من التلاميذ في نفس الوقت وليس لكل تلميذ بمفرده، لكن السعر يكون مرتفعا بحجة الظروف الاستثنائية التي يمرون بها بسبب الحجر وكذا عدم توفر وسائل النقل لدى بعض الأساتذة، جعلهم يطلبون من أولياء التلاميذ توفير النقل لهم من أجل التنقل لتدريس أولادهم في البيوت وأقبية العمارات والمرائب. ولأن الأولياء ليس لديهم حلول أخرى، أجبر الكثير منهم على الاستجابة لأوامر وشروط هؤلاء الأساتذة والقبول بجميع طلباتهم وحتى ما تعلق منها بالأسعار التي ارتفعت إلى الضعف، وكأن الدروس الخصوصية تجارة مربحة بالنسبة لهم. من جهتهم عبر بعض الأولياء أن هناك بعض الأساتذة رفضوا تقديم دروس الدعم للتلاميذ بسبب إجراءات الحجر وخوفا من انتشار العدوى، في حين أن هناك أساتذة أطلقوا عروضهم في الفيسبوك حول إمكانية تقديم دروس الدعم والتنقل إلى المنازل. وأضاف محدثون أنهم وضعوا شروطا شبه تعجيزية من أجل تدريس التلاميذ في هذه الظروف، بدءا بتوفير النقل ذهابا وإيابا وتوفير كمامات وقفازات لهم ومكان إجراء الدروس ورفع الأسعار مع جمع كمية معتبرة من التلاميذ كشرط أساسي. كما ذكر الأولياء أنهم أجبروا على الموافقة على هذه الطلبات من أجل نجاح أبنائهم الذين انقطعوا عن الدراسة منذ ما يقارب 3 أشهر وسيبقون في انقطاع تام إلى غاية وصول موعد الامتحانات. وفي رأيهم فإن أولادهم سينسون كل ما درسوه إن لم يداوموا على المراجعة اليومية، وبالنسبة لهم الدروس الخصوصية هي الحل الوحيد الذي سيمكنهم من النجاح والحصول على شهادتي البيام والبكالوريا باعتبارهما سيقامان في ظروف استثنائية. وفي اتصال برئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ أحمد خالد الذي
بصراحة أن الدروس الخصوصية ممنوعة منعًا باتًا في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مؤكدًا أنهم تلقوا عديد الشكاوى من قبل أولياء التلاميذ عن الأساتذة الذين يقدمون دروس الدعم بشروط تعجيزية رغم إجراءات الحجر الصحي وتوصيات الحكومة ووزارة التربية. وصرح خالد أنه سيقدم تقريرًا مفصلًا للوزارة الوصية عن هذه التجاوزات، مطالبًا الأخيرة بفتح تحقيق معمق لكشف هؤلاء الأساتذة الذين تجاوزوا إجراءات الحجر وخاطروا بحياتهم وحياة التلاميذ لأجل المال، معتبرا أن ما يقومون به تصرف غير واعي ولا يمد بأي صلة لأخلاق الأساتذة التي من المفروض أن تكون مسؤولة. وأضاف أن الأولياء أيضا يتحملون جزءا من المسؤولية لأنهم خالفوا توصية رئيس الجمهورية التي أمر فيها بإلزامية القيام بالحجر الصحي والابتعاد عن أي نوع من أنواع التجمعات، وراحوا يبحثون عن أساتذة لأولادهم في هذه الظروف. وأضاف أن الأسئلة لن تخرج عن نطاق ما تم تدريسه للتلميذ، وهذه السلوكيات حسبة خاطئة لأن الوزارة الوصية ستعمل على تقديم أسئلة بسيطة من ضمن الدروس التي قدمت للتلاميذ. وطالب أحمد خالد من الوزارة أن تبذل مجهوداتها لمنع هذه التصرفات وتحيل الأساتذة والأولياء الذين تجاهلوا تعليمات الحكومة على العدالة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.